السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله عايزين نبدأ النهارده في موضوع الاناليس اند ديزاين، في موضوع جديد. وهو اول حاجه عندنا في عندنا موضوعنا هنتكلم فيه النهارده. اول نوع عندنا وهو حاجه اسمها ال LCS، اللي هو اللينس كومون سيكونس. ايه اللينس كومون سيكونس ده؟ بكل بساطه يا شباب، انا اما مثلا يا شباب بيقول لي في عندك تو سترينج الاس 1 مثلا بكلمه اس 2، اس 2 اللي هو السترينج الثاني وليكن لونجست، تمام. عايز يا شباب يشوف اللينس كومون سيكونس، اكبر سيكونس مشترك ما بين ده وما بين ده بيكون ازاي. فاحنا بكل بساطه في عندنا الالجوريزم اللي احنا بنشتغل بيه. اول حاجه اللينس بتاعك ده كام؟ اللينس بتاع السترنج الاول 1 2 3 4 5، 5 اللينس بتاعه 5. هنا اللينس بتاعه ده ادي 3 و3 6 1 7، حاصل ضربهم كام؟ 5 في 7 ب 35. يبقى انت عندك 35 احتمال هيكون هتقارن مره الاس مع ال ومع الاو والان والجي والاي والاس والتي وهكذا، والتي نفس النظام تحط كل الاحتمالات. فاحنا بنشتغل ازاي؟ بكل بساطة يا شباب بنعمل تيبل كده، التيبل ده طبعا الأول لازم يبدأ بالإندكس بتاعك، فليكن ده هيكون للسترينج الأول اللي هو الإس والتي والأو والإن إلا الستون، فليكن ده للإس، ده للتي، ده للأو، وادي ال N وادي ال A، تمام. بدأ S T ال O وال N وال E. ال string التاني وده طبعا ده اسمه الاندكس يا شباب، وده الاندكس ده أول حاجة الاندكس ده للستون يبقى كل قيمهم كله بصفار، كله بزيرو، لأن أنا بقارنه بلا شيء، تمام. وهنا أحط ال string التاني اللي هو ال longest، فهنا مثلا هما 7 وليكن ده الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس والسابع. ده كده ال L O وده ال G وده ال E، هنا ال N، معلش يا شباب هنا ال N وهنا ده ال G وادي ال A ال S ال T، تمام. وهنا برضو صفار، كل صفار. بعمل ايه بعد كده؟ بكل بساطة يا شباب تعالوا بقى نغير القلم، بس انا باللون ده. هنا مثلا ال S وال L، وده طبعا زيرو يا شباب عشان تتوهش. ال S وال L، ال S وال L دول مشتركين متشابهين؟ طبعا لا. لو مش متشابهين بعمل ايه؟ باخد اللينس الاندكس ده والاندكس ده اللي انا ده، انا وليكن ده الاندكس اللي هيمشي كده للهوريزنتال هسميه جي، والاندكس اللي هيمشي هيمشي على الفيرتيكال هيسميه اي، تمام. وانا واقف هنا اطرح الجي بواحد واطرح الاي بواحد، اللي هو الاندكس ده والاندكس ده، مين فيهم الكبير؟ الاثنين زي بعض، بحط بزيرو. التي والال برضو مش متشابهين، لو متشابهين يا شباب باخد الكورنر اللي انا واقف هنا بطرح الجيب واحد وبطرح الاي بواحد، فيديني على الاندكس ده واشوف قيمته وازود عليه بواحد. طب لو ما لقيتش يبقى اروح اشوف الكورنر الاندكس اللي فوق مني واللي جنب مني الكبير فيهم اخده، فده خدت من هنا او من هنا اي حاجه، اقول له مثلا ان انا ايه جاي من هنا، ان انا خدت القيمه دي حطيتها هنا. هنا بقى التي والال برضو زي بعض، يا تاخد القيمه دي يا تاخد القيمه دي، ولكن هقول له هاخد القيمه دي اهي، قلت له اشاره كده. ده الاو والال برضو نفس النظام جاي من اللي فوق، الان والال اقول له زيرو وياخدوا من هنا ياخدوا من هنا، يا تحط السهم كده يا تحط السهم كده، لا الارض بحط مثلا كده كده او كده واحد، الاثنين نفس القيمه. هنا
الاي والال برضو غير مشتركين، بحط هنا زيرو برضو، اقول له جاي من فوق او جاي من اللي جنب اي حاجه. هنا بقى الاس والاو مش طبعا مختلفين، يبقى اخد يا اما القيمه دي يا اما القيمه دي، فاخد مثلا اللي جاي لي من الجنب ده. تعال نخلص دول كلهم يا شباب. الاس مع الان برضو، الاس والجي برضو نفس الشيء، الاس والاي نفس الشيء، الاس والاس مشتركين زي بعض، ماتشت مش مشترك قصدي ماتشت. ماتشت اعمل ايه؟ القيمه اللي في الدياجونال ده اللي هو الكورنر ده باخده وزود عليه عليها واحد، فكانت زيرو يبقى هنا قيمتها تبقى بواحد. ودي كانت جايه منين؟ جايه لي من هنا طبعا القيمه دي. الاس والتي طبعا مختلفين، يبقى اخد القيمه دي او القيمه دي، باخد الماكسيما بين طبعا الماكس اللي هي اللي فوق، واقول له ايه ان دي جايه من فوق. ماشي، اجي هنا بقى التي مع الاو مختلفين، اخد القيمه دي يا اما القيمه دي، الخبر فيهم باخد، ولكن اقول له جاي من هنا. التي والان مختلفين طبعا، هقول له حط زيرو، اقول له جاي من هنا. التي والجي مختلفين، التي والاي مختلفين، التي والاس برضو مختلفين، التي والتي متشابهين، اخد القيمه دي او اخد القيمه دي، الكبيره فيهم اخدها. يبقى انا اخد الواحد ده واقول له انا جاي من عندك من هنا بس هنا. وعلى فكره تمشي كده او تمشي كده مش هتفرق، كلها كده كده واحد يعني. مثلا الاو مع الاو متشابهين، اخد طبعا الدياجونال وازود عليه واحد، فالدياجونال بتاعه بزيرو زود عليه واحد يبقى بواحد، قول ده جاي من فوق من هنا. عاوز تخلص ده خلص، عاوز تنزل كده خلص، مش هتفرق يعني. الان مع الاو مختلفين، اخد ده او ده، الكبير فيهم اخد الواحد. الاي والاو طبعا مختلفين، احط واحد، وده طبعا جاي من هنا وده جاي من هنا. بعد كده الاو والان مختلفين، اخد اللي فوق عشان هو الكبير، هو جاي من فوق. الان بالان متشابهين، اخد الدياجونال واضيف عليه واحد، الدياجونال كان واحد واضيف عليه واحد يبقى باتنين، هو جاي من فوق من هنا. تمام. بعد كده الاي والان طبعا مختلفين، يا اما اخد اللي فوق مني يا اللي جنبي مني، باخد الكبير فيهم باخد اتنين، هو ده جاي من هنا. بعد كده الاو مع الجي طبعا مختلفين اهنا، واقول جاي من فوق. هنا برضو نكمل مثلا الان والجي طبعا مختلفين، يبقى اخد من اللي فوق مني او اللي جنب مني، الكبير فيهم اخده، يبقى ناخد اتنين واقول له ده جاي من فوق. الاي والجي طبعا اخد اي اتنين فيهم، مثلا اخد ده اقول اللي جاي من اللي فوق. تمام. بعد كده الاو مع الاي مختلفين، اخد الكبير في اللي فوق مني واللي جنب مني، يبقى اخد واحد ده جاي من فوق. الان والاي اخد الكبير اللي هو الاثنين، الاي والاي متشابهين، اخد الدياجونال واضيفه عليه بواحد. تمام، يبقى اتنين وواحد تلاتة، قول ده جاي من الدياجونال. بعد كده الاو والاس مختلفين، اخد الكبير اللي هو الواحد طبعا، الان والاس مختلفين، اخد الكبير اللي هو فوق مني اللي هو الاثنين، الاي والاس الكبير فيهم اللي هو اللي فوق اهو، قول جاي من فوق. الاو والتي الكبير فيهم طبعا اي واحد في دول، لا طبعا الاو والتي مختلفين، اخد ده او ده، باخد واحد مثلا اقول جاي من فوق. الان والتي اخد الكبير اللي جاي من فوق، الاي والتي الكبير طبعا اللي هو اللي جاي من فوق بس. تمام كده. بعد كده يا شباب اعمل ايه؟ كده انا خلصت اكبر قيمة عندك اللي هي جات لك اللي هي التلاتة دي. بعد كده عاوز اشوف اكبر رقم بقى ايه كان مشترك، يعني الاكبر سيكونس مشترك عندي. في اول حاجة بعمل ايه يا شباب؟ افضل ماشي كده يا شباب، انا جيت عند التلاتة والتلاتة هيطلعني لفوق، وده ده
قيمته جامد دايجونال. اللي جاي من الدياجونال هو اللي انا اخده، يعني ده ما كانش جاي من الدياجونال بطل، ده مش جاي من الدياجونال، ده اللي جاي من الدياجونال اخده كده اعلم عليه ماشي وامشي. الاتنين جاي من فوق خلاص اسيب، الاتنين دي جاي من الدياجونال احدده وامشي، الواحد ده جاي من الدياجونال احدده بس، وده طبعا خلاص مفيش حاجة ده جاية من الدياجونال تاني. يبقى أنا بمشي عن آخر سهم ده وصلني بفضل أطلع معاه، وأي حاجة جاية من الدياجونال اللي باخدها. فكده أنا هاخد من من الستون، هاخد منها الـ E والـ N والـ O، الـ E وادي الـ N وادي الـ O اللي هي كلمة 1، واخد من الـ من الـ longest E آخد E، وآخد الـ N، وآخد الاو اهو برضو مشترك. يبقى اللونجست عندي 1 و1، 1 من تحت و1 من فوق، ده اللي انا هعمله. بس لحسن الحظ الاندكس بتاع الجي كان جنب بعضه، يعني ده جنب ده جنب ده، ولكن بتاع الاي كان فيه ماب عندي في النص اللي هو ايه الجي ده، مفيش ما كنتش واخده معايا، فبرضه مفيش أي مشاكل بالنسبة لي. يبقى كده الـ longest sequence أو الـ length common sequence، الـ length المشترك ما بينهم كامل إلا ما كان بـ3 بس. كده أنت إيه حليت المسألة، مفيش أي مشاكل فيها. بعد كده يا شباب المفروض إحنا نبدأ في إزاي نكتب الكود بتاعنا للألجوريزم ده. فبكل بساطة إحنا هنعمل إيه؟ وليكن هنتخيل ان احنا عندنا ميثود، وليكن هنسمي الميثود دي ال سي اس اللي هي لينس كومن سيكونس. هنيجي مثلا هنا نقول له ال سي اس بتاخد اس 1 واس 2، ده السترنج الاول والسترنج الثاني. بعد كده هنقول له هعمل انيشاليزيشن اقول له مثلا انيت لانيشاليزيشن ال سي اس دايمنشن باي اس 1 مضروب طبعا اس 1 لينس، يعني اللينس بتاع اس 1 اضربه في اس 2 دوت لينس مثلا. يبقى اللينس بتاع الاس 1 هضربه في الاس 2، ده يعمل لي ايه ال سي اس table dimension. قول له هنا مثلا table dimension. يبقى اول حاجه اقول له انك ال LCS table dimension by cross S1 length multiply S2 dot length. تمام كده انا عملت التابل بتاعي بتاع ال S1 وال S2. بعد كده هعمل ايه؟ بكل بساطه هقول له ال LCS of 0 اللي هو 0، وهو طبعا تيبل، فاقول له اوف 0 ده فهيجي لي كل الكولوم الاولاني، وطبعا هقول له ايه كل الروز بتاعتي او تشيل الكولوم اللي انا حطيت ده اللي هو النقطتين ده معناها كل الرو، او تشيله مفيش مشكلة، انت ممكن تعملها كده بس تقول لي ده كله هيكون ايكوال 0. وهقول له ال دي ال سي اس، معلش شوية، ده ال سي اس اوف كل الكولومز للرو الأول أهو، للرو الأول اللي هو ده أحط كله برضه بزيرو. تمام بعد كده هقول له ممكن أكمل هنا مثلا. تمام هقول له هبدأ start from مثلا ال LCS of 1 و1، أو معلش ممكن نعملها كده أحسن، واحد وواحد. تمام وهقول له بعد كده هعمل compare ما بين ال S1 of ال I and ال S2 of ال J.
يعني الاس لوحده في الاي ده، والاس توقف في الجي اللي هو ده، وافضل اقارن بقى، امشي ده مع ده، وهاجي هنا اقول له اف ال ال سي اس اوف إيه، او لا مش ال اف اس اس، معلش يا شباب، اقول له اف ال اس 1 اوف ال اي، لو ده ايكوال اس 2 اوف ال جي، لو الاثنين يساووا بعض هعمل ايه؟ هقول له ال ال سي اس اللي هي الليست بتاعتي اوف ال اي والجي، لو كانوا بيساووا بعض يا شباب هقول له بتساوي واحد بلس ايه بقى؟ واحد بلس ايه الدايجونال. انا واقف هنا ده العنصر اي وجي، عشان اجي هنا اعمل ايه؟ هطرح الجي بواحد واطرح الاي بواحد، فيجي لي هنا اقول له بلس، يبقى واحد بلس ال سي ال سي اس اوف الاي ناقص الواحد والجي ناقص الواحد، تمام. وهقول له هعمل اعمل بنت ارو روم ال ال سي اس اي وجي من ال ال سي اس الاي والجي تو ال ال سي اس اي ناقص واحد والجي ناقص واحد، تمام. تعالى بس تاني عشان انا عايز الافضل، تعالى انت خلاص فهمت الالجوريزم هيمشي ازاي، تعالى نبني الكود بتاعنا واحدة واحدة. اول حاجة قلنا هنعمل ميثود اسمها وليكن ال سي اس، او هنسميها مثلا بيلد ال ال سي اس، تمام. بتاخد اس 1 واس 2، تمام. هعمل ايه بقى؟ اول حاجه عندي في الميثود بتاعتي في المسلسل، اول حاجه عايز هعمل انيشاليزيشن للتيبل بتاعي، فهقول له اول حاجه بيلد ال سي اس تيبل دايمنشن باي اس 1 دوت لينث مضروبة في اس 2 دوت لينث. كده هتعمل ايه؟ كده بتفهموا ان انت عاوز اول حاجة هتعمل تيبل الدايمنشن من اس 1 دوت لينث والاس 2 دوت لينث، تمام. بعد كده هقول ال ال سي اس ده اوف الزيرو، احط كله بكام؟ بزيرو، وال ال سي اس اوف كل الكولومز والرو اوف زيرو بقى طبعا دي زيرو، فيديني اول رو كله بزيرو واول كولوم كله بزيرو. بعد كده هقول له ستارت فروم، هبدأ من ال ال سي اس اوف الواحد والواحد، هبدأ من واحد وواحد. أقول له بعد كده هعمل كومبير بتوين، أنا بقول له الألجوريزم اللي أنا همشي عليه، بتوين اس 1 اوف ال اي و اس 2 اوف ال جي، وهقول له اف ال اس اوف ال اي اس 1 اوف ال اي ايكوال ال اس 2 اوف ال جي، هعمل ايه؟ اجي هنا هقول له يبقى ال ال سي اس اوف ال اي جي، عشان هو تيبل طبعا، ده فيكتور 1، ده 1 فيكتور وده 1 فيكتور، ده 2 فيكتور اللي هو ال اي والجي، ايكوال 1 بلس ال سي اس اوف ال اي ناقص الواحد، طبعا الجي ناقص الواحد. else لو ما يساويش بعض بقى هعمل ايه؟ اقول له ال ال سي اس اوف ال ار وال جي ايكوال الماكس بتوين بقى مين؟ بتوين ال ال سي اس، اطرح من ال اي واحد فيديك ايه العنصر اللي فوق منه، ونفس ال جي و اللي جنب منك اللي هو ال ال سي اس ال سي اس، نفس ال اي بس الجي ناقص الواحد،
يبقى ايه الكبير فيهم هيتاخد لل LCS اللي انا واقف عليه. وفي الحالة دي طبعا هعمل arrows from ال LCS ما بين ال I وال J to للماكس ما بين ده، تمام. وهنا في ال F بتاعي هنا هعمل هبيلد arrows سهم يعني يبدأ من ال LCS I وال J to LCS I ناقص واحد و J ناقص واحد، فيبقى الاندكس اللي ده فيه يطلع لي فوق منه. بس ده كده ايه الالجوريزم. هو بس ايه الالجوريزم بسيط كده بتفهمه الستيبس اللي انت هتمشي عليه. ده كان اول عندنا اول نوع عندنا وهو ال LCS. نيجي بقى ناخد حاجة تانية عندنا بعد كده يا شباب. ندخل على المسألة اللي عندنا بعد كده، ثواني. تمام، هنا يا شباب النابسك بروبلم. ايه المقصود بالنابسك بروبلم دي يا شباب؟ بكل بساطة بيقول لك انت عندك زي حقيبة، الحقيبة دي وانت عندك مجموعة من الايتمز، وكل ايتم عندنا هنا كل ايتم ليه ويت معين وليه بروفيت معين. انت عايز تملى الحقيبة دي ببعض الايتمز، بس الايتمز اللي تديك بروفيت اعلى، تمام. فبيقول لك النابسك ده الحقيبة دي الويت بتاعها الماكسيمم ويت تقدر تشيل خمسة مثلا، ولكن الويت ده الوحدة القياس بتاعته كيلو، يبقى أقصى حاجة تشيل 5 كيلو، تمام. والنابسك ده يا شباب في البروبلم دي في منها نوعين، في 01. 01 ده معناه يا إما تاخد العنصر كله يا ما تاخدوش خالص. في عندك الفراكشن، فراكشن ده معناه أنت ممكن تاخد جزء من العنصر بتاعك ما تاخدوش كله. أما إحنا هنشتغل هنا في 01، أو البروبلم عندنا إيه بموضوع الزروان. فده عندك 4 ايتمز وكل ايتم ليه الويت بتاعته والفاليو بتاعته، وادي لنفسك بتاعتك ايه الماكس 5. هنا بيقول لك ايه يا بيك كومبليت ايتم، يا اما تبيك كل الايتم يا اما دونت بيك خالص، اللي هي مقصود بها 01 بروبرتي. وده طبعا الفراكشنال بروبرتي المقصود انت بتاخد جزء منه. فانا اول حل اول حاجه ده 01. بكل بساطه ادي الايتمز عندك 2 و1، الويتس بتاعتك 2 1 3 2 ماشي، و12 10 20 15. تعالى بقى نبدأ حل عندنا. مثلا هنا تعالى نمسح كل ده. يس، فعندنا قلنا الايتمز، تعالى نخليها هنا على جنب. الايتمز عندنا العنصر الاول، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع. اول واحد كان الويت بتاعه هنا، الويت كان ده بواحد، ده باتنين بواحد، وده تلاتة وده اتنين، والبروفيت بتاعك 12 10 20 25، تمام. ده كده ايه العناصر بالويتس بتاعتك، وده ده البروفيت وده الايتم بتاعك. هنعمل ده ازاي؟ هنحله نفس النظام، هنحله بالتيبل بتاعنا مفيش اي مشاكل فيه. بس احنا هنحط ايه بقى العلاقة ما بين ايه ومين ومين، ما بين الويتس بتاعتك الويتس بتاعت الحقيبة بتاعتك، الويتس هي 5. يبقى اول حاجة لو بمسكها كده، اول حاجة لو الحقيبة تشيل 1 يونت او 2 يونت او 3 يونت او 4 او 5، تمام. وهنا طبعا ده بزيرو، ده طبعا ببدأ كل ده بزيرو. وهنا احط الايتمز بتاعتنا، مثلا ده الايتم 1، ده ايتم 2، وده 3، ده الايتم الرابع، تمام. يبقى ده واحد وده اتنين ده تلاتة وده أربعة، لا الأيتمز دي. تعال بقى نغير القلم، نحل أول حاجة. وده طبعا إيه ده كله بصفار. أول حاجة هنا ده معناه إيه؟ إن أنت عندك الحقيبة متوفر فيها 1 يونت، يونت واحد بس، تمام.
وانت عندك العنصر الاولاني. طب العنصر الاولاني الويت بتاعه بكام؟ الوزن بتاعه بكام؟ باتنين. هل هينفع الاتنين العنصر الاولاني ده الويت بتاعه باتنين هينفع تحطه في الحقيبة اللي وزنها كيلو؟ لا مش هينفع، بحط زيرو، مش هينفع احطه. يبقى انا احط ايه، يا اما ده يا اما ده، فبحط زيرو. هنا التاني ده الويت بتاعه بكام؟ الويت بتاعه بواحد، يبقى ينفع تحط الويت بتاعه، يبقى هنا ينفع بيك. يبقى انا بكتب هنا ايه، بكتب هنا البروفيت لو انت في حالة البيك اللي انت خدته. فالعنصر التاني ده اللي الوزن بتاعه واحد اقدر اخده عشان الحقيبة متوفر فيها ايه، 1 يونت. طب البروفيت بتاعه بكام؟ ب 10، يبقى انا هكتب هنا 10. هنا العنصر التالت الوزن بتاعه كام؟ 3. هينفع اخده في واحد؟ لا مش هينفع اخده، يبقى يا اما اخد القيمة دي يا اما اخد القيمة اللي فوق ده، الكبيرة فيهم باخدها، يبقى اكتب هنا 10، قول ده جاي من اللي فوق طبعا. بعد كده هنا العنصر الرابع الواد بتاعه باتنين، مش هينفع احطه في واحد طبعا، يبقى انا يا ده اخد الكبير اللي هو فوق اللي هو 10. بس سهلة جدا. بعد كده لو الحقيبة متوفر فيها 2 يونت، تمام، والعنصر الاولاني هو المتاح اخده، العنصر الاولاني 2 يونت اقدر اخده، اقدر اخده. طب البروفيت بتاعه بكام؟ العنصر الاولاني اهو 2 يونت. طب البروفيت بتاعه بكام؟ ب 12، يبقى انا هكتب هنا خلاص، اقول له انا هاخده، اكتب 12. تمام. هنا بقى العنصر ده اللي هو الاندكس ده اللي هو عبارة عن الويت التاني، الحقيبة فيها 2 ويت، وانت متاح معاك العنصر الاول او العنصر التاني، الاتنين العنصرين دول. فهنا تاخد تيجي عند العنصر التاني مثلا اللي هو ده، العنصر التاني ده الويت بتاعه كام؟ بواحد. هتقدر تاخده؟ اه اقدر اخده، يبقى اقول له تمام، يبقى انا هنا اقدر اخد الويت بتاعه. طب اقدر اخد الويت. طب الويت عندك هنا في الحالة دي بكام؟ الويت عندي المفروض ده بيكون ب 10، هجمعه على الدياجونال بتاع اللي هو كان بزيرو، يبقى ده هيدينا 10. تمام. بدخل بعد كده على ال طب لحظة بص يا شباب، هنا انا جيت هنا، هنرجع للسيستم عشان تفهموها كويس. هنا الاندكس ده انت متاح لك العنصر الاول او العنصر الثاني، تمام، وانت الويت بتاعك باتنين. الاولاني الويت بتاعك باتنين، الاولاني الويت بتاعك باتنين، الوزن 2 يونت وده ب 1 يونت، بس الاولاني ب 12 بروفيت وده ب 10. هتاخد الاول ولا الثاني؟ اخد الاولاني علشان يبقى الثاني ده مش هاخده. الثاني ده انت هتاخده؟ لا مش هاخده، المفروض اخد الاولاني. يبقى خلاص انت مش هاخده، يبقى انا مش هاخد من الدايجونال، يبقى انا اخد القيمه الاكبر من ده او من ده، يبقى انا اخد ال 12، بقول ده جاي من فوق. نفس النظام هنا، نيجي هنا لو عندك المتاح 2 في الحقيبه، وانت العنصر الثالث ده هتاخده ولا مش هتاخده؟ العنصر الثالث عاوز 3 يونت، وانا ما مش متاح غير 2، يبقى لا مش هاخده، يبقى انا اخد يا اللي فوق مني يا الاندكس اللي جنب مني الكبير في مخ، طبعا انا هاخد ال 12، وال 12 ده جاي من فوق. تمام. بعد كده الاندكس ده اللي هو المفروض عايز 2 يونت، العنصر الرابع عاوز 2 يونت، وانت متاح معاك 2 يونت، تمام، وهو قيمته بكام؟ هو قيمته المفروض ب 25، يبقى هاخد ال 25، مفيش اي مشكلة. تمام، مفيش اي مشكلة فيه. بعد كده العنصر الرابع ده كان بكام؟ كان ب 25. لا لا ما كانش ب 25، كان تقريبا ب 15. تعال نشوفه بكام عشان نبقى شغالين. آه تمام، مش نبقاش غلطانين في حاجة. 15 يا شباب، 12 10 20 15، يبقى العنصر الرابع ده كان ب 15، فنعدله بس نخليه 15 علشان نبقى شغالين تمام. يعني هي مش هتفرق معانا في حاجة، بس إيه، مش شغالين تمام زي الشيت، يبقى ده نخليه 15، يبقى هنا هكتب ده 15، تمام مفيش مشكلة. بعد كده لو لو الحقيبة بتاعتك متوفر فيها 3 يونت، وأنت في ال عند وأنت متاح لك العنصر الأولاني بس، يبقى خلاص هاخده. البروفيت بتاعه بكام؟ البروفيت بتاعه ب 12 أهو.
تمام، 12 بتاعه بتجمعه على الدايجونال اللي هو بزيرو، فاداك 12. تمام، هنا بقى العنصر، العنصر الثاني متاح والحقيبة الأولاني أو الثاني متاح والحقيبة إيه متاح فيها 3. الثاني ده هيتاخد الثاني بواحد وزنه، بس البروفيت بتاعه ب10. تمام، طب ما أنا ممكن أخد الأولاني وأقدر أخد الثاني، الحقيبة أصلا تاخد يعني هنا أقدر أخده على اللي فوق مني، فكده خلاص أقول أنا هاخده. طالما أنت هتاخد ال10 تاخد اليونت الثاني ده اللي أنا واقف عليه، لأن الحقيبة بتسع تاخد الاولاني والتاني، فخلاص يبقى انا هجمع البروفيت بتاعهم اللي هو 10 بلس ال 12 اللي هو 22، او بكل بساطه الاثنين ده هيتاخد، هيتاخد، يبقى تجمعه بلس الدايجون اللي هو 10 و12 و12 22، فهي هي يعني، وتقول ده جاي من الدايجون. تمام، هنا بقى العنصر الثالث متاح وانت معاك 3 كيلو، 3 كيلو والعنصر الثالث عايز 3 بس مجموعهم كام؟ 20. لا يبقى ناخد الاول والتاني احسن، يبقى انا خلاص التالت ده مش هاخده، يبقى ناخد 12 او 22، الكبير فيهم ال 22 يبقى اخده 22، اقول ان انا جاي من فوق. نيجي لده، الحقيبة متوفر فيها 3 والرابع اقدر اخده، الرابع اليونت بتاعته ب2، فلو انا يا اما انت تاخده تمام، يا اما تاخد الاول والتاني، لو انا خدته لوحده يبقى 15. طب لو انا خدت ال 15 ده، لو انا يا شباب خدت ال 15 ده اعمل ايه؟ ممكن اخد ال 15 ده، يعني ممكن واحد يقول لي طب ما انت ممكن تاخد ال 15 اللي هو الاثنين ده مع التاني اللي هو الويت بتاعه ب 10، يبقى مجموعهم 25. يعني ممكن اعمل كده بكل بساطة، اقول له هاخد ال 15 وأجمع عليها ال10 اللي جاية لي من فوق، يبقى ده 25. نفس النظام هنا، فهي بسيطة جدا. ده جاي ازاي؟ الرابع ده لو الويت بتاعك متاح 4 والأولاني بس اللي متاح، خلاص هتاخده اللي هو ب 12. طب التاني متاح والأولاني متاح، خدهم الاتنين اللي هو كان ب 22. الأول والتاني والتالت متاح، طب التالت وزنه 3 والأولاني 2 وده 1. طب لو خدت الأولاني والتاني ب 22، طب لو خدت التالت والتالت اللي هو ب 3 والتاني اللي هو ب 1، يبقى مجموعهم بكام؟ ب 30. يبقى أنا هاخد الأولاني والتاني والتالت مجموعهم ب 30، ب 30. تمام، بعد كده أجل ده أنت متاح عندك 4، هتاخد أنا عناصر، ممكن أخد التاني مع الأول يبقى كده مجموعهم 3. طب التاني الأخير مع الأولاني 12 و25 و12 و15 27. طب ما واحد يقول لأ، طب ما أنا خليني زي ما أنا اللي هو التالت مع التاني اللي هو مجموعهم 30 أكبر. طب هنا بقى حالة إن الشنطة كلها متاحة معاك، الويت بتاعها متاح، خلاص يبقى أنا هاخد الأولاني، هنا هاخد الأولاني والتاني، لو ده التلاتة متاح آخد كام؟ وأنت متاح 5 كيلو متاحين، والأول والتاني والتالت متاح، يبقى الوزن التاني والوزن ده خلاص ماخدهم كلهم، يبقى 20. تمام، والعشرة أو ممكن أدي 20، انا متاح معايا كام يا شباب؟ 5 كيلو. لا يبقى انا ممكن اخد التالت والتاني يبقى مجموعهم 30، طب والويت بتاعهم 4، طب ما ناخد التالت والاول وزنه ده ب 3 وده ب 2، يبقى 25 و12 32، يبقى ده ايه افضل اكتر. إيه لو كل العناصر متاحة والحقيبة متاح فيها 5 مفيش اي مشاكل، يبقى انت عندك تختار مين في دول ومجموعهم يكون 5. ممكن واحد يقول لي اختار التاني والأخير والأول والتالت، يبقى ده مجموعه 12 و10 22 و15 37، ده أكبر حاجة ممكن 7 و30، بس مفيش أي مشاكل عندك.
يبقى ده كده 37. تعالى بقى نشوف ناخد مين فيهم، ايه الايتمز اللي احنا خدناها عشان تبقوا عارفين الايتمز كده. خلاص يا شباب كده الايتمز بتاعتنا وصلنا لها، والماكسيمم بروفيت طبعا ايه اللي لو في حالة ان الشنطة بتاعتك متاح فيها 5 يونت يبقى افضل بروفيت طبعا هو عندك ايه 37. تمام. لو الاربعة بروفيت 4 يونت مثلا الاربع عناصر موجودين 30، لو الاربعة كيلو والتلات عناصر بس متاحين يبقى 30، وهكذا تقدر توصل لأي حاجة يعني. بعد كده يا شباب عاوزين نشوف ازاي نبني التابل بتاعنا، الديزاين للكود بتاعنا. مفيش مشكلة، أول حاجة هقول له هعمل initialization للتابل دايمنشن، تمام، للسناب باك، للسناب باك طبعا اللي الحقيبة بتاعتنا بالويتس بتاعتي من الواحد لغاية الويت بتاعت الباك بتاعتي، وبعدد الايتمز اللي هو الضرب ما بينهم، مفيش أي مشكلة. وهقول له هعمل كومبيرنج ما بين طبعا الويت المتاح عندي والويت الايتمز بتاعتي والماكس بروفيت، والالجوريزم او المعادله اللي انا باخد بيها بجمع بيها وبقول له ايه ان البي والمعادله دي طبعا اهم حاجه فيهم، وفي الاي والدبليو الايتم بتاعك والويت بتاعك ده ايكوال حاجه من حاجتين، تقول له كده. يا اما هو هيكون عباره عن البروفيت بتاع الاي ناقص واحد والدبليو ناقص واحد، الدبليو ناقص الدبليو في اي اللي هو الايتم اللي قبل مني والويت اللي قبل مني، تمام، يا اما البي وفي الاي ناقص الواحد والدبليو في الاي بلس البروفيت الحالي اللي هي الفي اي اللي هي البروفيت اللي انا واقف فيها اللي فيها دي. ازاي يا شباب؟ يعني مثلا في العنصر ده، العنصر ده انا خدت اللي قبل منه، والعنصر ده خدت اللي قبل منه، والعنصر ده خدت اللي قبل منه، ده مثلا ده كان 12، هنا خدت 22، عملت ايه؟ كان العنصر اللي قبل منه ضفت عليه البروفيت اللي بعد كده فبقى 22، ده ضفت عليه كمان بروفيت بقى 30، وهكذا. فانت بتقول في كل اندكس انا واقف فيها البروفيت بتاعها هيكون بايه؟ يا اما بيساوي البروفيت السابق، يا اما البروفيت السابق بلس البروفيت الحالي، وهكذا. فده دي يعني اهم معادله عندنا وانت بتكتب الالجوريزم، لازم طبعا توضح له الايكويشن دي. ده بالنسبه كده لتاني تايب عندنا يا شباب. نخش للنوع اللي بعد كده، هي مفيش مشاكل فيها يعني، هي المعادله دي تعتبر كافيه بلس الحاجات الاساسيه انت ازاي تبني التيبل، تبني الكود بتاعك اللي هو الانيشاليزيشن للتيبل، وتكمبير ما بين الويتس والويتس بتاعت الايتمز والويت الليميت بتاعت الباك بتاعتك، مفيش اي مشاكل فيها يعني.